متى بديتوا هذا الاعتصام ديالكم؟ بدينا نهار الخميس اربع ايام. اليوم شحال هذه في الشهر اليوم؟ 30. دونك بديتوا نهار 26. 26 غشت 2020. وعلاش شنو هو السبب باش اعتصمتوا؟ السبب هذا السيد هذا خرجنا من شهر 7 تقريبا. ولا شي 11 ولا شي 7. رجعنا برا ما عطينا كونجي وما خدمنا. شي خدام شي جالس على برا. شكون هاد الباترون انتم معاش خدامين ولا الشركة؟ هذه ضيعة مطاس راكيل. مطاس راكيل صبليونية. صبليونية. اش كدير هي؟ كتنتج اللوبيا. اللوبيا والباي. كتصدر للخارج. عندها ستاسيون. عندها الضيعات وعندها ستاسيون. عندها ستاسيون وعندها الضيعات. ثلاثة الضيعات. وشنو العدد العمال في هذه المجموعة ديال الضيعات؟ الضيعة ديالنا حنا تقريبا راه شي 49 ديالنا حنايا. 49. المجموعة ديالنا حنايا. وباش كطلبوا انتم دابا؟ كنطلبوا الرجوع للخدمة والكونجي ديالنا ما عطاش لينا. وفتح معكم هو شي حوار ولا مازال؟ لا حوار لا جوج كنصيفطنا كنبغي نمشيو عند المحامي مشينا عند المحامي باش فهمنا اش معاك قلت له شدوا حسابكم نعطيكم داكشي اللي عطاكم تمشيو ما قال المحامي داكشي اللي عطانا ماشي هو هذاك عطينا حسابنا عطينا قانونيا دوك انتم مصممين على ان المعركه ديالكم تستمر حتى تحققوا المطالب ديالكم المطالب ديالنا تحقق ونرجعوا خدمتنا العمل ديالنا والكوجي ديالنا شدوا ونطلبوا المكاتب الاخرين حتى هما يدعموكم بالتضامن ان شاء الله يلا تحيه لك شكرا.